الاعمار واطوال الدنيا قال له قول الفرق كله وقع ده كله غرفكم ده بيدفك زي ده اي والله اي صعب هاي ده بقع غرفة ده بقع هاي كله يتبلى أصل الأيادي بالماء والصابون هذا خروج من المراحيض أطفال سلام طبعا سلام عرفنا مركز خريفنا الخاصة مركز خريفنا الخاصة أطفال هاي ما تقروا في الشارع ها ما تبرزوا في الشوارع نهائي سميدو ما سميدو بعد تطلع من حمام تغسل يدنكم بالماء والصابون يا تغسل يدنكم بالماء والصابون نظيف كده وما في الليان ما تطلع برا بام الرطوبة ذاته وما تلعبوا في الموية سميدو ها واختك الصغير ده برضه خليه يدو تدقيم الماء طما تدقيم برضه خليه يدو يا بالذات بتاع التدقيم بتاع الحزبة ده سميدو ها انت جاي من وين؟ من القوبة اساسا من القوبة اساسا يا سلام الله يخليكم قلتكم اسم شنو؟ ام عرضة ها يا سلام الله يديكم العافية ويخليكم دور تاني نجوكم يا ايوه تصبروا على وتحافظوا لعيالكم والله ربنا يحاول هم مسيرات دعنات الاشوائيه ده ما خلينا نبنزه اي والله ظروفكم صعب شديد لكن ربنا يصحي لكم بس الله العظيم غرفتكم ده كله بدفق مويه والله مشكلتكم مشكله ومطبخكم كله كعب ها الله كريم ده ولا مطبخ وبالليل ما تركضوا فوق بيجي واقعي هاي هاي ورشدوا عيالكم ما يقروا في الشوارع بس لانه براز بتاع الشارع ده بعمل امراض ويخليها خسرية دونهم بموية صابون وانكم تفل بتاع تدقيم ودوا تدقيم ناس اتباب على هدود ده شقالين احتموا باطفالكم بتدقيم ده ان شاء الله هاي والامهات كمان هسه والله يا اخي في سو تغذية لو في سو تغذية برضو اطفال ودوهم دكاترة اجيك يا كلم احنا جايين من حي الوحده جينا قبل العيد بقريب 5 و7 يوم لا فينا اي حاجه لا عندنا مويه ولا عندنا ماكل ولا عندنا اي حاجه نحن دارين يساعدونا في الحاجات دي دارين يساعدونا في الحاجات دي حاجه ما عندنا جيعانين يا جماعه لو سمحوا زوروا جيبوا لنا مويه ولا عندنا كمبيل ولا عندنا حله ولا عندنا اي حاجه دارين ناكلوا دارين نشربوا وبرامل اللي جبتوا منها ناس والله برامل ده حقت ناس بس احنا شاهدنا من ناس بس ادونا البرامل ده ومنظم حتى الحل ما عندنا منظم جاب الاجازات منظم جاب لكم مويه كم مره منظمه ولا مره ما جاب لنا مويه ولا شفناهم ذات ناس المنظمات دي ايوه هاي دارين يساعدونا في مويه ايوه ولا ماكل ولا مشرب ما عندنا دارين ناكل يا جماعه نحن ساعدونا في الحاجات دي دوري اشوف الصغار دي هاي حتى الملابس ما شلنا معنا احنا جاي من أي هاي؟ جاي من هاي الوحدة حاجة ما شلنا لا عندنا قروش حتى نشتروا حاجة ذات لو سمح الظروف يلا ساعدونا معاكم تنادوا منظمات ويا السلام عليكم